إلى أي مدى كلام إيلان بابي واقعي؟ انتقادات إيهود أولمر تؤثر على المشهد الداخلي الإسرائيلي؟ أسئلة مهمة أنقلها لضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب، عزام أبو العدس الباحث والمتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا سيد عزام. تحياتي لك ولجميع مشاهديكم. تحية لك. أبدأ معك من الهجوم الضاري الذي شنه إيهود أولمرت. هل هي تصريحات للاستهلاك المحلي لها علاقة بمصالح انتخابية إسرائيلية، أم هي وجهة نظر تعبر عن تيار في الداخل الإسرائيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أبدأ بالاقتباس من المؤرخ الشهير أرلوند توينبي، عندما كتب موسوعته دراسة في التاريخ تحدث عن أسباب انهيار الشعوب، فقال بأن 97% من أسباب انهيار الدول هي أخطاء بشرية متراكمة. ومن هنا نبدأ، من هنا نتحدث عن هذه الحكومة. حقيقة أن هذه الحكومة ينظر إليها في إسرائيل على أنها حكومة متطرفة، حكومة مشيحانية تسمى باللغة العبرية، أي لها رؤى أخروية تنتظر عودة المشيح المخلص أو المسيح المخلص، وتعتمد رؤى توراتية متطرفة جدا. تيار إيهود أولمرت وإيلان بابي ليسوا وحدهم، بل هناك تيار واسع من المجتمع الإسرائيلي يرى في هذه الحكومة كارثة. حقيقة أن أخطر الأشخاص دائما في الحكم هم أولئك الذين يظنون أن الرب يتكلم معهم أو يوحي إليهم، وهذه حقيقة هذه الحكومة. هذه الحكومة وتحديدا التيار الأشد تطرفا فيها، اليمين الديني وليس فقط اليمين القومي، هؤلاء يعتبرون أنهم جنود الرب وأن الرب قد أرسلهم ليخلصوا هذه الدولة من رجسها ومن كفرها ومن التيارات المنحرفة فيها وأيضا من العرب. فبالتالي سمة التطرف فيها ليست فقط ضد العرب، إنما ضد كل خصومهم السياسيين. يعني إذا أردنا أن نتحدث بمزيد من العمق، يمكن أن نقول بأن دولة إسرائيل حقيقة مقسمة بشكل رأسي بين المتدينين بكل طوائفهم وبين العلمانيين بكل مكوناتهم، فبالتالي هذه التقسيمة تلعب دور هائل في تشظي المجتمع الإسرائيلي. وأذكرك وأذكر ضيوفك أو مشاهديك الكرام بأنه قبل طوفان الأقصى كنا تقريبا يوميا نتحدث عن مظاهرات تخرج بمئات الآلاف ضد نتنياهو. لماذا كانت تخرج هذه المظاهرات؟ هذه المظاهرات كانت تخرج لسببين رئيسيين. السبب الأول هو ما يعرف بالفرض الديني أو فرض النظم الدينية على الدولة، بمعنى أن دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني فيه تقريبا 60% من مكوناته هي مكونات علمانية، بمعنى أنها ترى الديانة اليهودية كتراث، عادات وتقاليد، زيارات يوم السبت، إشعال شموع، كذا إلى آخره، في حين أن الديانة اليهودية كفقه وشريعة هي شيء متطرف جدا، ومن ناحية شرائع هي شرائع شديدة التزمت. هؤلاء المتدينون يريدون أن يفرضوا هذه الشرائع على كل المجتمع اليهودي، على سبيل المثال يعني للحصر، على يريدون تقسيم الحافلات قسم للرجال وقسم للنساء، مواقف للرجال ومواقف للنساء، فرض تعليم التوراة بشكل أوسع في المدارس، إعطاء منح للتعليم الديني على حساب التعليم المدني أو التعليم الحكومي، إعطاء المتدينين الذين حقيقة هم يعيشون كطفيليات على حساب الدولة. يعني أي متدين لا يخدم في الجيش، لا يدفع ضرائب، ليس عليه أي التزامات اجتماعية، فقط يذهب من الصباح إلى المساء في المدراش. طيب، ليتعلم التوراة. أنا أريد أن أتوقف معك قليلا سيد عزام عند نقطة أعتقد أنها مهمة من وجهة نظر إسرائيلية. لو كان كل ما تقول هو الواقع بالفعل وأن هذه حكومة يمنية متطرفة قائمة على فكرة التطرف الديني وكل هذه الأمور، ولكنها جلبت للمجتمع الإسرائيلي دعما دوليا وتعاطفا غربيا ربما لم يحدث منذ الهولوكوست، منذ ما جرى أمام النازي الألماني، دعم حكومي مطلق، جسور جوية عسكرية، ألا يشفع هذا لبنيامين نتنياهو وهذه الحكومة اليمينية لدى المواطن الإسرائيلي؟ طبعا لا. يعني في آخر استطلاع رأي صدر اليوم عن صحيفة هآرتس
يعني نشر في أكثر من مكان. لدينا 31% من الجمهور الإسرائيلي يرى ضرورة استقالة نتنياهو الآن فورا وفي أثناء الحرب، وهذه يعني خطوة متطرفة جدا، أو يعني خطوة إكستريم كما يقال. أيضا لدينا 42% يرون ضرورة استقالة نتنياهو فورا بعد اليوم الأخير من هذه الحرب، بمعنى أنه لدينا 73% من المجتمع الإسرائيلي يرون بضرورة استقالة نتنياهو. فبالتالي ما يحدث الآن هو أن نتنياهو قد حمل وزر 7 أكتوبر، وهذه هي المشكلة. إذا أردنا أن نتحدث عن 7 أكتوبر، نتحدث عن أكبر عملية كي وعي في تاريخ دولة الاحتلال. يعني لو كان بالإمكان أن نتحدث عن آثار هذه العملية أكثر وأعمق، هذه العملية حقيقة ألقت بأسئلة وجودية في دولة إسرائيل. يعني كما قال المؤرخ إيلان بابي، هذه الدولة الآن بدأت تقاتل وتصارع لأجل بقائها لا لأجل ازدهارها. على سبيل المثال 75% من سكان غلاف غزة لن يعودوا، وأنا متأكد أن النسبة هي 100%، يعني نتحدث عن 70,000 مستوطن. 80,000 مستوطن في الشمال يرفضون العودة دون حل مسألة حزب الله حل عسكري. لدينا 500,000 هاجروا بشكل عكسي. لدينا 11 مليون يهودي حول العالم، أصبحت نسبة الهجرة إلى إسرائيل 0. فبالتالي ما حدث في 7 أكتوبر، لو أن غزة أبيدت، يعني قتل 2,200,000 غزي، لن يعيد الوعي الجمعي الإسرائيلي إلى 6 أكتوبر. ومن هنا يأتي انحطاط هذه الحكومة في استطلاعات الرأي. لكن أريد أن أشير إلى مسألة مهمة. هذه الحكومة لو ذهبت سيأتي من هو أكثر تطرفا منها. هنا المسألة، يعني هؤلاء الأشخاص سبب عدم الرضا عنهم هو الفشل في 7 أكتوبر، لكن إذا ذهبوا دولة إسرائيل ستختار من هم أشد تطرفا وعتوا وإجراما منهم، لسبب بسيط، أن المجتمعات الكولونيالية الاستعمارية في آخر مرحلة من مراحلها تلجأ إلى التطرف المطلق بصفته الحل الوحيد للدفاع. طيب، بالحديث عن الحلول، بنيامين نتنياهو في خبر عاجل نقلته القناة 13 العبرية قال للرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعارك في خان يونس في جنوب قطاع غزة ستستمر لمدة شهر إضافي. إسرائيل داخليا تتحمل حرب لمدة شهر إضافي؟ يعني لا يوجد. أنا ربما أتابع الإعلام العبري منذ 20 عام، نعم، ورأيت من يعني انتفاضة الأقصى حتى هذه الحرب لم أرى في حياتي إجماع في الشارع الإسرائيلي على حرب بمثل هذه الحرب. حقيقة أن إسرائيل الآن استقر في ذهنها بأنها تدافع عن وجودها. هذه الحرب تسمى في الإعلام العبري من خماء لبايت، بمعنى الحرب دفاعا عن البيت، وهذا هو شكلها في الوعي الجمعي الإسرائيلي. فكرة أن الفلسطيني الذي ينظر له إسرائيليا أنه كائن متخلف فقير جائع على هامش الحضارة والإنسانية ولا وزن له، يعني يقوم بمثل هذه العملية ويدخل إلى غرف نوم جنرالات وإلى القاعدة 8200 وإلى حاجز غزة وإلى حاجز إيرز في غزة، وينهار أمامه الجيش باستخباراته ونظمه وجدرانه الإلكترونية بهذا الشكل، حقيقة أضفى خطر وجودي لا يصدق في الوعي الجمعي الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل الآن ماضية في هذه الحرب حتى النهاية. لكن عطفا على كلامك الذي قلت به عن الدعم الدولي الذي جلبه نتنياهو، نعم، نتنياهو لم يجلب سوى الدعم الأمريكي وتحديدا دعم الرئيس جو بايدن. رئيس شعبة الاستخبارات في البيت الأبيض قال بأن إسرائيل فقدت 95% من التعاطف. فبالتالي إذا دمجنا هذا القول مع مسألة أن معركة خان يونس ستستمر شهر، عندما في الأيام الأولى من خلال بعض الشاشات قلت أن هذه الحرب ستستمر من 4 إلى 6 أشهر على الأقل، وها هي الآن في طريقها أن تتحول إلى حرب إقليمية. إسرائيل ستقاتل حتى النفس الأخير في هذه الحرب، لكن ستعجز عن أمرين: ستعجز عن تحصيل صورة انتصار لا تقبل الجدل، وستنتهي هذه المعركة نهاية رمادية بالنسبة إليها، وهذا كارثة وهزيمة بحد ذاتها. وأيضا
هذه الحرب ستضع إسرائيل في مسار مظلم جدا، من الخلاف الداخلي، من الاتهامات، من لجان التحقيق، بالإضافة إلى أن هناك نقطتين بالغتي الأهمية. أولا، نتنياهو يخطط للبقاء في الحكم، وبالتالي سيشن حرب إعلامية على الجيش والشباك والموساد وأمان، وهي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بمعنى لأول مرة في تاريخ إسرائيل سيكون الجيش محط انتقاد. الجيش هو كيان مقدس في المجتمع الإسرائيلي، وانتقاد الجيش هو شيء أشبه بالكفر. نتنياهو الآن يجهز عشرات ومئات الملفات التي سيطعن بها بكفاءة وأهلية الجيش في سبيل أن يبقى في منصبه. أمر آخر، بن غفير وزع حتى الآن ما يقارب من 200,000 قطعة سلاح في المجتمع الإسرائيلي. رئيس شعبة التسليح في وزارة الداخلية، وزارة الأمن الداخلي، استقال قبل عدة أيام احتجاجا على الآلية في التوزيع، لأن بن غفير يوزع السلاح على أنصار اليمين، وبالتالي أصبحت كثير من الطوائف في المجتمع الإسرائيلي ترى بأن بن غفير قد أقام ميليشيا مسلحة لساعة الصفر، ربما سيكون لها دور كارثي على الصعيد الداخلي في إسرائيل. نعم، شكرك شكرا جزيلا عزام أبو العدس، الباحث والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت ضيفي عبر سكايب.